المعدات الغذائية للبروتين هي الأمينو أسيد. والأمينو أسيد لما بدأنا نتكلم في الشطة حسينا نعرف الأمينو أسيد ده الجنرال فورمولا بتاعته إيه؟ لما نيجي نرسمه بنرسمه إزاي؟ قلنا في البداية لما كنا في فصل الليبت قلنا إن الفاتي أسيد الجنرال فورمولا بتاعته هي دي R ماسكة سي أو أو إتش، قلنا هو ده الفاتي أسيد. قلنا ايه هي الار دي؟ قلنا الار دي انا ممكن اشيلها واحط مكانها دي عايز اربطها، ممكن احط مكانها دي سي اتش 2 عايز اربطها، او سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 وهكذا طول ما احنا ماشيين. قلنا هي دي الار، يعني لو سي اتش 3 مسكناها سي او اتش بقى فادي اسيد، لو سي اتش 3 سي اتش 2 مسكناها بكربوكسيل جروب سي او اتش بقى فادي اسيد وهكذا. طب دي كانت الجنرال فورمولا بتاعة الفاتي اسيد لو حبينا نرسم رب ينفع لاي فاتي اسيد. طيب لو حبينا نعمل جنرال فورمولا الامينو اسيد قلنا هنعملها ازاي؟ قلنا هي هيها نفس الفورمولا بالظبط، بس الار هتبقى ماسكه في سي او اتش من ناحيه، وهتبقى ماسكه من الناحيه الثانيه في مجموعه اسمها امينو جروب ان اتش 2. قلنا ساعتها اقدر اقول ان ده شكل الامينو اسيد، ده شكل الحمض الاميني اللي بيدخل في بناء البروتين. واتفقنا مع بعض في الحصتين اللي فاتوا ان امينو اسيد لما يمسك مع امينو اسيد مع امينو اسيد هيدينا حاجه اسمها بيبتايد، وبيبتايد لما يمسك مع بيبتايد مع بيبتايد مع بيبتايد كل ده على بعضه هنسميه بروتين. يبقى البروتين ده العيلة الكبيرة أو الاسم الكبير. البروتين عبارة عن سلاسل من بيبتايد ماسكة مع بعض، كل بيبتايد عبارة عن مجموعة من الأمينو أسيد اللي ماسكة جنب بعضها. كيف وصلنا للشفرة؟ بعد كده اتكلمنا في الأمينو أسيد، بعد كده عندنا 600 أمينو أسيد موجودين في الطبيعة، ممكن نطلعهم من البلانتس من الإنسان من الأنيمالز من الهيومن، لكن اللي موجودين في جسمنا واخدنا ال 20 امينو اسيد بالتفصيل وعرفنا اساميهم وعرفنا تركيبهم واحد واحد. النهارده عايزين نتكلم مع بعض عن البروبرتيز او خصائص الامينو اسيد. خصائص الامينو اسيد جزئين اثنين. اول نوع عندنا من الخصائص بيقولوا عليه فيزيكال بروبرتيز، يعني الخصائص الفيزيائيه. والنوع الثاني من الخصائص هو الكيميكال بروبرتيز، يعني الخصائص الكيميائيه، وده موضوعنا الحصه اللي جايه. النهارده هناخد الفيزيكال بروبرتيز نخلصها، والحصه اللي جايه نخلص الكيميكال بروبرتيز يبقى كده خلصنا امينو اسيد خالص، لو خدنا بالظبط ثلاث دروس في البروتين وخلص الشرط. الفيزيكال بروبرتيز او الخصائص الفيزيائيه للامينو اسيد، الناس اللي بتتكلم ورا، ايه هي خصائص الامينو اسيد؟ أول خاصية عندنا هي السولوبيليتي أو الذوبان. هل الأمينو أسيد بتذوب ولا لأ؟ ولو بتذوب بتذوب في المية ولا في الأحماض ولا في الكرويات ولا بتذوب في المذيبات العضوية زي البنزين؟ ده سؤال عايزين نعرفه. المعلومة اللي بعدها عايزين نتكلم عن حاجة اسمها الميلتنج بوينت. يعني إيه هي النقطة اللي عندها بيحصل ميلتنج، يعني انصهار أو تكسير في الأمينو أسيد؟ الخاصية رقم ثلاثة هي فين؟ لو انت خدت الامينو اسيد ودوته هتلاقي طعمه ايه؟ سكر ولا مملح ولا طعمه عامل ايه بالظبط؟ طعم الامينو اسيد ايه؟ التست بتاعه. النقطة رقم أربعة معلومة قديمة جدا خدناها في الكربوهيدرات كذا مرة، خاصية الاوبتيكال اكتيفيتي، هل الامينو اسيد لها اوبتيكال اكتيفيتي ولا لا؟ الخاصية اللي عايزين نتكلم فيها بعد كده هي الكونفيجوريشن، يعني الشكل الفراغي بتاعه. شكل الامينو اسيد ثابت ولا ممكن يكون كذا نوع في شكله الفراغي؟ اما اخر خاصيتين فهنتكلم عن الابزوربشن اوف لايت، يعني امتصاص الضوء، وهنتكلم عن الانفوتيريك بروبرتيز. دي خاصيتنا النهارده. اول ثلاث اربع مواضيع كلام كله فارغ،
كل اللي نحتاجه كلمة جنب كل عنوان، نركز مع بعض عشان ما نتوهش في المذاكرة. أول حاجة عندنا السولوبيليتي أو الذوبان، مال كلمتين اتنين وما رغاش كتير. قال والله معظم الأمينو أسيد بتدوب في المية وفي الأحماض وفي الفلويات كمان وفي الكحولات، يعني لو حطيتها في الزيت هتدوب، في حمض هتدوب، في كحول هتدوب، لو حطيتها في مية هتدوب. أمال ما بتدوبش فين؟ قال انسوليبل ان اورجانيك سولفنت، يعني المذيبات العضوية. زي ايه المذيبات العضوية اللي حطوها في الكيمياء العضوية؟ زي البنزين، الاثيليك كلوروفورم، الهيدروكربون، صح؟ الحاجات دي كلها. يبقى أول معلومة أنا مش عايز ألغي كتير، أنا هي كلمة ورد غطاء. الأمينو أسيد سوليبل ان ووتر، الكالين أسيد الكحول، ولكنها انسوليبل ان اورجانيك سولفنت. في مشكلة في الكلام ده؟ النقطة اللي بعدها الميلتنج بوينت، يعني النقطة اللي هيحصل عندها ملت، يعني انصهار. يعني ايه انصهار؟ يعني ايه الامينو اسيد هينصهر؟ يعني هيتكسر. يعني الامينو اسيد اللي احنا شفنا رمزه من شوية اللي هو RCOOH وNH2 يتكسر. عند درجة حرارة كام يحصل تكسير في الامينو اسيد؟ وكلمة تكسير او ملتنج اقدر اشيلها واحط مكانها decomposition. decomposition يعني تكسير. الامينو اسيد يتكسر عند درجه حراره كام؟ قال والله احنا لو سخنا الامينو اسيد، يعني جبنا امينو اسيد بروتين وحطيناه في ميه وسخنته لدرجه الغليان ما 100 درجه مئويه ولا اي حاجه، يفضل زي ما هو مرتبط بالخصائص بتاعته 120 درجه مرتبط بالخصائص بتاعته، تفضل ترفع في درجه الحراره لحد 200. ركز مع بعض، لحد 200 درجه ليدز هنلاقي ان الامينو اسيد ما بتتكسرش، محافظه على نفسها. تبدا تتكسر لو درجه الحراره عدت كام؟ 200. يبقى فين الميلتنج بوينت بتاعتنا؟ 200 درجه ليدز. يبقى بعد 200 اللي هيحصل ان هيحصل ديكومبوزيشن او تكسير في الامينو اسيد. وهي دي فكره، على فكره، التعقيم، تعقيم بالحراره. الافراد اللي بيعقموا فيها بيبقى نظام التسخين فيها درجة حرارة عالية توصل مش عارف 400 و500 و1000 ودرجات كده نارية. الفكرة كلها في ايه؟ في فرصة فيها الأدوات بتاعة التعقيم، أدوات الجراحة تتحط. لما نرفع درجة الحرارة لدرجات عالية أوي كده، إيه اللي هيحصل في البكتيريا والبكتيريا اللي موجودة؟ عبارة عن إيه؟ عن بروتين، والبروتين عبارة عن أمينو أسيد. لما أنت ترفع درجة الحرارة فوق ال 200 اللي هيحصل في البكتيريا إن هي هتتكسر، والأمينو أسيد اللي فيها هيحصل لها ديكومبوزيشن أو هتتحلل. هي دي فكره التعقيم او دي طريقه من طرق التعقيم، تمام؟ يبقى الميلتنج بوينت او نقطه الانصهار او النقطه اللي عندها هيتكسر الامينو اسيد، زي ما اتفقنا الامينو اسيد بتقاوم درجه الحراره العاليه معاك لحد 200. بعد 200 بيحصل عمليه ديكومبوزيشن او تكسير. في سطر عندكم في الكتاب وانا عامل زي موقف مذكره اسلوبه رخم شويه، اللي هو اول سطر في الميلتنج بوينت، نقراه كده مع بعض. بيقول ايه؟ يقول ده أمينو أسيد آر أو تستنتج أمام أورجانيك كومباوندز البروسيسنج هاي ميلتنج بوينت. كله سهل ملوش أي لازمة. اكتب لي على السطر اللي فوق ده كله، اكتب لي مكانه كلمتين اتنين. اكتب لي أمينو أسيد كاركترايزد باي، تتميز بيه هاي ميلتنج بوينت، مش عايز أكتر من كده، أبط من كده. خلاص؟ كل الكلام الرغي ده كله مش عارفه، مفيش موضوع تعديل، انا عايز كلمتين اتنين بس. امينو اسيد كاركترايزد باي، تتميز بيه هاي ميلتنج بوينت، الميلتنج بوينت بتاعتها عالية اكتر من 200، اتفقنا؟ طيب ده بالنسبة للميلتنج بوينت. النقطة اللي بعدها اللي هي نقطة التيست او طعم الامينو اسيد، لها طعم ولا ملهاش طعم ولا ايه حكايتها بالظبط؟ قال والله دي متقسمه عائلات، في امينو اسيد سويت يعني طعمها مسكر، في امينو اسيد ثانيه بتبقى بيتر يعني طعمها لاذع عامل زي الليمون، في امينو اسيد ثالثه تيست ملهاش طعم خالص، واملاح الجلوتاميك اسيد دي لها قصه لوحدها. ادي الاحتمالات اللي عندنا، ناخدهم من تحت لفوق. صوديوم جلوتاميك، املاح الجلوتاميك اسيد،
كل ده من اساس حمض امين. لما احط عليه صوديوم يتحول للملح بتاعه. الملح اللي هو صوديوم الكربونات ده لو يبقى له نكهه او له طعم لو اتحط على الاكل طبعا يستعملوه كبهارات ماشي. فقال لك لقوا ان هو فليفرنج ايجنت. فليفرنج ايجنت يعني له من مكتبات الطعم يعني. عشان كده قالوا ان هو بيزود انهانس الفليفر اوف فود. الهانس اللي مكتوب عندكم دي يعني بيزود الفليفر اوف فود اللي هو ايه نكهه الطعام وطعم الاكل يعني. ده بالنسبه للصوديوم جلوتامين. مين التستنس امينو اسيد؟ الامينو اسيد اللي ملوش طعم عامل زي الميه. قال لك ده اللي يصير. وعايز حضراتكم تعملوا لي عليه دايره حلوه كده كمان. يعني اليوتين احنا خدنا دلوقتي عنه معلومتين اتنين بينفرد فيهم. اول معلومه اهو ان هو تستنس. والمعلومه اللي خدناها في الحصه اللي فاتت ان هو كيتوجين. ده اونلي بيورلي كيتوجين امينو اسيد كان مين؟ اليوتين. يجي السؤال في الامتحان يقول لي اليوتين از في الاختيارات تستنس رقم 2 كيتوجين رقم 3 اولمز اباظ اللي بعدها اولمز اباظ. مش هتاخدوا بالكم دايما من دي بتطمن. لكن كيتوجينك عشان تركز عليها كل مره هي بس كده في الامتحان وهتنسى ان هو تستنس. لا اعمل لي عليها دايره واكتب لي كمان جنب منه ان هو ذا اونلي بيورلي كيتوجينك عشان لما تيجي تذاكرها تربط الاثنين ببعض. خلاص يبقى اليوتين هو الامينو اسيد الوحيد اللي قلنا عليه بيورلي كيتوجينك كيتوجينك بس. وفي نفس الوقت هو الامينو اسيد اللي قلنا عليه ان هو مين البيتا امينو اسيد؟ قال هما اثنين الايزوليوتين والارجينين. اما اخر امينو اسيد او اخر عيله عندنا اللي هما البيتي امينو اسيد طعمهم بقى مسكر دول اللي هما مين؟ هما كتير بس علشان تحفظهم احفظهم كده. مين اول ثلاثه امينو اسيد رسمناهم؟ جلايسين ورا منه ورا منه ادي اول ثلاثة صح؟ ومين اخر اثنين خدناهم؟ تريبتوفان والسيرين. مش دول اخر اثنين؟ يبقى انت هتكتب اول ثلاثة خدناهم وهتكتب اخر اثنين وفي النص تحط الامينو اسيد. مين الامينو اسيد؟ البرولين والهيدروكسي برولين. هما دول السويدي امينو اسيد. اول ثلاثة في الامينو اسيد جلايسين الانين وسيرين. واخر اثنين في الامينو اسيد اللي هما التريبتوفان والهيستيدين واحط معاهم البرولين والهيدروكسي البرولين. الخاصيه اللي بعد كده او الخاصيه الرابعه ودي خاصيه انا بيتهيألي قلتها كتير جدا لدرجه ان انا قلت بنام بحلم بيها. خاصيه الاوبتيكال اكتيفيتي. ايه هي خاصيه الاوبتيكال اكتيفيتي؟ قدره المحلول ان هو يعمل انحراف في الفريم بولرايزد لايت صح؟ يا اما ناحيه اليمين وساعات قلنا نسمي المحلول ديفلوزاتو، يا اما ناحيه الشمال قلنا نسمي المحلول ديفلوزاتو. نفس القصه بالضبط لو جبنا محلول امينو اسيد. هو زود شويه معلومات غايه. قال الجهاز اللي بتعدي فيه الفريم بولرايزد لايت اللي هتشوف فيه الخاصيه دي اسمه ايه؟ اسمه بولاري ميزر. ده الجهاز اللي بنشوف بيه الاوبتيكال اكتيفيتي. هنعمل ايه بقى في البولاري ميتر ده؟ هتجيب محلول الامينو اسيد اللي عندك اللي انت عايز تشوفه. وبعدين هنعدي فيه البلين بولارايز لايت. ايه هو البلين بولارايز لايت؟ قلنا لو جبنا ضوء كشاف الاشعه العاديه اللي هي الاوردينري لايت يخرج من الكشاف متجه في جميع الاتجاهات. لما نحطه قدام منه بريزم وبريزم يعني منشور. من خصائص المنشور انه بيجمع الاشعه الضوئيه على السيرفس بتاعه ويخرجها كلها في صوره خط ضوئي واحد. هو ده البريم بولارايزد لايت. البريم بولارايزد لايت احطه قدام المحلول بتاع الامينو اسيد. اول ما البريم بولارايزد لايت يعدي في المحلول يا اما هينحرف ناحيه اليمين وساعتها قلنا هنسمي المحلول ده ديكستروتادولو سوليوشن. نرمزه بالرمز موجب ولا ثالث؟ موجب. وديكستر اختصارها ديكستر. يا اما البريم بولارايزد لايت ينحرف ناحيه الشمال وساعتها نسمي المحلول ليبروتادولو سوليوشن واختصارها السمول او ثاني. هو ده اللي قاله.
طب ايه كان سبب وجود الاوبتيكال اكتيفيتي؟ مين؟ اسيمتريك كربون اتوم، صح؟ ان في اسيمتريك كربون اتوم. وانس ان وجدت اسيمتريك كربون اتوم يبقى في اوبتيكال اكتيفيتي. طب ايه هي الاسيمتريك كربون اتوم؟ هي ذرة الكربون اللي ماسكه باربع رابط مختلف. انت فاكر ان كلمه سيمتريك يعني متماسك، تبقى اسيمتريك يعني غير متماسك، يعني ذره كربون غير متماسكه. يعني ايه غير متماسكه؟ يعني ماسكه باربع روابط مختلفين عن بعض. مثلا ماسكه هنا H، هنا OH، هنا CH3، هنا NH2. هل دي زي دي زي دي زي دي؟ لا، اربع مجاميع مختلفين عن بعض. او على ذره الكربون دي اسيمتري الكربون. او لو افترضنا ان كانت كده H و H، ينفع اقول عليها اسيمتري؟ لا. طب لو افترضنا انها كانت كده اكسجين، ينفع اقول عليها اسيمتري؟ برضو لا، لان الرابطين دول شبه بعض. شرط ان نقول على ذره كربون اسيمتري الكربون اتوم انها تكون ماسكه في اربع مجاميع مختلفين تماما عن بعض. يبقى علشان الامينو اسيد يبقى فيها خاصيه الاوبتيكال اكتيفيتي لازم يكون فيها اسيمتري الكربون اتوم. هل الامينو اسيد فيها اسيمتري الكربون اتوم ولا ما فيهاش؟ هناخد مثلا اي امينو اسيد عشوائي كده، وليكن الامينو اسيد اللي هو الالانين CH3 CH2 COOH. اهم كربونه طبعا هي الكربونه الفا. وقلنا لما بنبدا الترقيم الفا وبيتا وجاما بنبدا منين؟ بنبدا من بعد السي او اتش، اقول الفا بيتا جاما دلتا وهكذا. ادي الكربونه الفا. بص على الكربونه الفا كده ماسكه بكام مجموعه؟ اربعه. نظره الكربون بتتشبع باربع روابط. طبعا دي سي اتش يعني ماسكه ب اتش، يعني ايه ماسكه ب اتش؟ ماسكه ب سي او اتش من ناحيه، اتش من ناحيه، CH3 من ناحية، NH2 من ناحية. هل دي زي دي زي دي زي دي؟ لا. يبقى أسيمتريك ولا لا؟ أسيمتريك. يعني الألانين فيها أسيمتريك كربون، وما دام فيها أسيمتريك كربون يبقى فيها خاصية الأوبتيكال أكتيف. هتيجي تبص على كل الأمينو أسيدز اللي عندك، تفتح كده تركيبهم ونستخدم بالله وتدور عليهم، هتلاقي كلهم فيهم أسيمتريك كربون أكتيف. يعني كلهم فيهم أوبتيكال أكتيف، ما عدا واحد ثاني اللي هو الجلايسين. ايه هو الجلايسين برضو؟ الجلايسين كان CH2 ماسكه NH2 من ناحيه وCOH من ناحيه ثانيه. بص كده على ذره الكربون دي ماسكه كام هيدروجينه؟ اثنين. يعني ادي واحده وادي الثانيه. كده الاربعه مختلفين عن بعض ولا اصبح في اثنين شبه بعض؟ في اثنين شبه بعض. يعني الجلايسين لا يحتوي على اسيمتري الكربون اتوم، وبالتالي مش هيبقى فيه خاصيه الاوبتيكال اكتيفيتي. يبقى خاصيه الاوبتيكال اكتيفيتي بتعتمد على وجود اسيمتري الكربون اتوم، اللي هو قالها عندكم مصطلح تاني كتب جنب كلمه اسيمتري الكربون شايرال سنتر. يعني ايه شايرال سنتر؟ شايرال سنتر ده يعني مركز الاختلاف. يعني عايز اقول لك ان ذره الكربون دي حواليها اربع مجاميع مختلفين عن بعض، فاما تقول لي اسيمتري الكربون يا اما تسميها شايرال سنتر. الاثنين صح، مفيش اي مشكله. خلاص. اخر معلومه قالها الاوبتيكال اكتيفيتي، قال دلوقتي لو المحلول عدى في البريبولايز درايف وانحرف ناحيه اليمين، بصوا كده معايا ناحيه اليمين، يبقى مع اتجاه عقارب الساعه ولا عكس اتجاه عقارب الساعه؟ مع. يبقى اقول عليه كلوك وايز، يعني مع اتجاه عقارب الساعة. طب لو خرج منحرف ناحية الشمال يبقى مع اتجاه عقارب الساعة ولا عكس اتجاه عقارب الساعة؟ عكس. يبقى انتي كلوك وايز، يعني عكس اتجاه عقارب الساعة. قال لك والله دلوقتي نقدر نعرف الاوبتيكال اكتيفيتي، ونقول ان هي الابيليتي اوف امينو اسيد سوليوشن، قدرة محلول الامينو اسيد تو ديفيت ان هو يحرم البلين بولارايزد لايت ايزر تو ذا رايت، يعني يا اما ناحيه اليمين بين قوسين كلوك وايز، اور تو ذا ليفت، يعني يا اما ناحيه الشمال بين قوسين انتي كلوك وايز. ولو حرفوا ناحيه اليمين هقول المحلول ديكستروتاتوري سوليوشن، ولو عمل ديفيجن ناحيه الشمال هنسمي المحلول ليبروتاتوري سوليوشن. والسبب في وجود خاصيه الاوبتيكال اكتيفيتي هو وجود الانتيمتري كربون اتوم اللي موجود يا احمد يا واد في كل الامينو اسيد اكتيفيتي. مين؟ الجلايسين. تمام؟ طيب.
ودي كانت خاصيه الاوتوكالندر. الخاصيه اللي بعدها هي خاصيه الكونفيجريشن، وده كلام فارق قوي، يعني الترتيب الفراغي او شكل الامينو اسيد. بصوا كده معايا، الامينو اسيد ابسطه كده او افكر ثروه الكربون اللي هي اصلا، الاقي ان الكربونه ماسكه ال NH2 من ناحيه، H من ناحيه، والR من ناحيه، والCOH من ناحيه. دلوقتي الكربونه الفا حواليها NH2 وحواليها الناحيه الثانيه فيه هيدروجين، صح؟ قال والله لو ال NH2 دي كان اتجاهها ناحيه اليمين هنسميها دي ولا ال دي كربوهيدرات، لو ناحيه اليمين نسميها دي، فيبقى ده دي امينو اسيد. اما لو كانت ال ان اتش 2 ناحيه الشمال والاتش هي ناحيه اليمين، هل ساعتها هنسميه ال امينو اسيد وليس دي امينو اسيد؟ يعني كمان الامينو اسيد زي الكربوهيدرات، في منها دي وفي منها ال، بس الكربوهيدرات كنا بنوزع الوينش ولا ان اتش 2 الوينش، كنا بنقول لو الوينش يمين يبقى دي ولو الوينش شمال يبقى ال. لكن هنا في الامينو اسيد المجموعه اللي تهمني هي الامينو جروب، قلنا لو الان اتش 2 يمين يبقى دي امينو اسيد، اما لو الان اتش 2 شمال هيبقى ساعتها هنسميه ال امينو اسيد. ال اللي موجود في الطبيعه واللي موجود في جسمنا هو ال ال امينو اسيد. طب الدي قال الدي ده ما بيخشش في الاستراكشر بتاع جسمنا ولا في البروتين بتاعنا، ولكن بيبني البروتين بتاع البكتيريا. يعني بروتين البكتيريا كله بيعتمد في الامينو اسيد بتاعته على انهي نوع؟ الدي امينو اسيد. كمان بعض الانتي بيوتكس والمواد الحيويه لما بيجوا يحطوا فيها امينو اسيد بيحطوها من نوع، تمام؟ ده بالنسبه للدي والال. بس في سطر عندكم في قصه الدي والال عايزين نفهمها مع بعض او نعرف ليه هو قال الكلمه دي. هو قال الكونفيجريشن ده او الشكل ده بتاع الامينو اسيد اللي احنا حددنا فيه هو دي ولا ال، احنا حددناه او ديترمايند باي الكونفيجريشن، بيتحدد على شكل الجليسرال تايب. ايه اللي جاب ده؟ الجليسرال تايب هو الجليسرال تايب احنا خدناه الكربوهيدرات، صح؟ اللي كنا بنقول عليه اصغر مونوساكرايد، اصغر سكر، اللي كنا بنقسمه ازاي؟ كان سي اتش او، سي او اتش اتش، سي اتش 2 اتش، شايفين الكلام ده؟ ده جليسرال تايب، ده سمولست مونوساكرايد، ده اصغر مونوساكرايد. اصلا بتوع الكيمياء اول ما اكتشفوا القصه بتاعت الدي والال فور اكتشفوها على المركب ده. ده كان هو اول مركب يشتغلوا عليه ويقولوا القصه بتاعت الدي والال. قالوا لو الاو اتش بتاعت الكربونه دي كانت ناحيه اليمين هنسميه دي جليسرال دهايد، ولو الاو اتش شمال هنسميه ال جليسرال دهايد. وبعد ما اكتشفوا القصه دي في الجليسرال دهايد بداوا يطبقوها على كل المركبات. مين اقرب للجليسرال دهايد؟ الكربوهيدرات. فبداوا يطبقوها على كل الكربوهيدرات لو هو فعلا بتمشي مع كل المركبات. كل مركب زي الجلوكوز في منه دي وفي منه ال، الريبوز في منه دي وفي منه ال. وبعد ما طبقوها على الكربوهيدرات خدوا القاعده وطبقوها كمان على مين؟ على البروتين. لكن القصه في البدايه منشأها كان المركب اللي اسمه ايه؟ الجليسرال دهايد. هو ده اللي احنا اساسا او من دوع الكيمياء اول ما اكتشفوا الدي والال اكتشفوها فيه. بعد كده بقوا يسندوا موضوع الدي والال ده لمين؟ للجليسرال دهايد. هل هو دي ولا هل هو دي؟ ده كده بالنسبه للكونفيجريشن. النقطه اللي بعدها اللي هي خاصيه الابزوربشن اوف لايت او امتصاص الضوء. كده كتير. لكن بقى انا بالنسبه للافضل في الاونلاين
ضوء المرئي بتاعنا، ضوء المرئي طول الموج بتاعه من 400 ل 800 نانومتر، ده الطول الموجي بتاع الضوء العادي اللي احنا بنشوفه ده. لما جبنا لحضراتكم لوح ازاز شفاف ونجيب لوح ازاز تاني نحط عليه فومي بول او اسمه فومي بريناتا، وهنعدل الضوء الكشاف او الضوء الابيض بتاعنا اللي احنا كنا بنشوفه اللي هو الاورديناري لايت من الازاز العادي، وهنعدي من الازاز الفومي ده. كميه الضوء هتعدي كلها فوق ولا تحت؟ فوق. يعني الاشعه الضوئيه او الضوء العادي هيعدي كله من لوح الازاز الشفاف ويعدي الناحيه الثانيه، لكن الازاز الفومي لان لونه بني او اسود فانت معدي مثلا 20 خط ضوئي، يروح الازاز لون الفومي ده يمتص كام؟ يمتص 10 ويعديها بكام؟ ويعدي لك 10. يبقى حصل ابزوربشن او امتصاص للضوء، صح؟ مين اللي امتصه؟ الفومي اللي احنا حاطينه، لزق البني او الاسود اللي احنا حاطينه ده. هو انا بقول لك لما بجيب الامينو اسيد محلول الامينو اسيد ورحت معدي فيه الضوء العادي الاورديناري لايت اللي هو من 400 لكام؟ ل 800 طول الموج، لقيناه عدى زي ما هو من غير ما الامينو اسيد تمتص. يا معنى كده ان الامينو اسيد لها لون ولا شفافه زي الازاز؟ شفافه. ففعلا اول معلومه عايزين نعرفها ان الامينو اسيد كلرلس ملهاش لون، ومعنى انها ملهاش لون انك لما تعدي فيها الضوء العادي الاورديناري لايت اللي طوله الموجي من 400 ل 800 هيعدي من غير اي مشكله من غير ما يحصل انقطاع، مش هتفهم. بس لقينا بقى ان احنا لو جبنا مش الضوء العادي بتاعنا اللي احنا شايفينه، لا لو جبنا الالترا فايولت ري اشعه الشمس بقى فوق بنفسجيه، دي طولها الموجي كام؟ قال والله دي طولها الموجي بيبدا من 100 وانت طالع ويعدي ممكن 900 كمان، بيبدا من تحت خالص ونعديه. جبنا الامينو اسيد بشرط انها تحتوي على حلقه بنزين. اشمعنى حلقه بنزين؟ لان احنا لقينا ان حلقه البنزين لها القدره انها تمتص الاشعه اللي طولها الموجي من 100 ل 400. يا معنى كده ان اي امينو اسيد في حلقه بنزين هيعرف يمتص الاشعه اللي طولها من كام لكام؟ من 100 400. مين الامينو اسيد اللي كانت حلقه البنزين؟ هم ثلاثه، فضيل الانين وتيروزين والتريبتوفان، رابع عليكم كتير، هم الثلاثه دول، فضيل الانين والتيروزين والتريبتوفان. مين ثلاثه؟ هم دول الثلاثه اللي بنقول عليهم اروماتيك امينو اسيد عشان بيحتوى على حلقه البنزين اللي هي الاروماتيك نيوكليك. ايه اللي بيحصل؟ لو انت جبت بقى الالترا فايولت ريز زي ما اتفقنا طولها الموجي بيبدا من 100 لحد كام؟ لحد 900 فوق، ورحت معدي معدي حضرتك مثلا 20 خط ضوئي هيخشوا كلهم في الامينو اسيد اللي بتحتوي على حلقه بنزين، طول حلقه البنزين تمتص الخطوط الضوئيه اللي طولها الموجي من كام لكام؟ 100 400، تمتصهم جواها وتخرج الباقي. هتلاقي نفسك كنت مدخل 20 خط ضوئي خرج لك كام؟ 10. امال 10 باقيين دول راحوا فين؟ ده امتصتهم الاروماتيك نيوكلر، وال10 اللي امتصتهم دول طولهم الموجي من كام لكام؟ من 100 ل 400. خلاص؟ التكنيك ده او الطريقه دي قال احنا بنستخدمها تو كوانتيفاي عشان نحدد نوع الامينو اسيد. بمعنى انا ممكن جايب لك شويه امينو اسيد واقول لك شوف لي الامينو اسيد دي حاجه. هتقول لي انا في عندي طريقه اقدر اعرف لك بيها الامينو اسيد دي اروماتيك يعني فيها حلقه بنزين ولا مش اروماتيك، لكن ما اقدرش اقول لك ده جلايسين ده الانين ده تريبتوفان، ما اقدرش احدده. انا بس هعرفك هل الامينو اسيد دي اروماتيك ولا لا. ازاي؟ هتروح واخد منه الامينو اسيد وتروح حاططهم ومعدي فيهم خطوط ضوئيه بتاعه الالترا فايولت ري، والله لو ما عدتش كلها
وحصل امتصاص في الأشعة بطولها الموجب من 100 ل 400، ده معنى كده إن المحلول الأولاني الأصلي اللي إدالك دي فيها أروماتيك أمينو أسيد. لو عدت كلها من غير ما يحصل امتصاص يبقى الأمينو أسيد دي مفيش فيها أروماتيك أمينو أسيد، تمام؟ أما بالنسبة للخاصية الأخيرة اللي هي خاصية الأنفوتيريك بروفيرتيز، فركزوا معايا بقى عشان ده سؤال الامتحان. واللي جاي ده كوب تاني، ركز بقى، سكوت بقى خالص، سكوت سكوت، محدش يتكلم، الناس اللي بتنام بتصحى، تهدينا تهدينا، كله يفوق، يلا الناس اللي بتكحها بتغطس خلاص خلاص، ركز بقى. الامينو اسيد، ركز مش نضحك، الامينو اسيد اخر خاصيه هي خاصيه الانفوتيريك بروبيل. انفوتيريك يعني متراكم. ليه الامينو اسيد بيقول عليها يا شاب اللي بتتكلم مواد متردده؟ لان الامينو اسيد بيحتوي على سي او او اتش من ناحيه وان اتش 2 من الناحيه الثانيه، والسي او اتش يا عبد الرحمن مجموعه بتميز الاحماض، اما ال NH2 فمجموعه بتميز القلويات القواعد. فدلوقتي الامينو اسيد ده محتار، هو حمض ولا هو قلوي؟ هو في المجموعتين، المجموعه اللي بتميز الاحماض والمجموعه اللي بتميز القلويات. ايه اللي يحصل؟ قالوا طيب احنا هنحط مره في وسط حمض نشوفه هيتفاعل ازاي، وهنحط مره في وسط قلوي نشوفه بيتفاعل ازاي، وهنحط المرة الأخيرة في وسط متعادل ونشوف هيتفاعل ازاي. أول مرة لما حطوه في وسط حمضي، نركز مع بعض، وسط حمضي زي HCl، احنا عارفين ان الوسط المتعادل زي ما خدته كتير الـ pH بتاعته بتبقى الراوند كام؟ حوالين 7 صح؟ ده الوسط المتعادل. أقل من 7 يبقى pH حمضي، وأكتر من 7 الـ pH قاعدي. انا بقول انا هحط الامينو اسيد في وسط حمض، يعني بي اتش عاليه ولا قليله؟ قليله. كويس، ايه اللي هيحصل؟ ده حمض يتفاعل مع المجموعه الحمضيه اللي زيه ولا يتفاعل مع المجموعه القاعديه ويعادلها؟ مع المجموعه القاعديه. هيتفاعل ازاي؟ بكل بساطه هنرسمه اهو، ار سي او او اتش زي ما هو ان اتش 2 صح، حط عليها ال HCl، H على ال NH2 تبقى NH3 Cl، بس المركب ده unstable غير مستقر فجأة والوحد وبدون مقدمات لأنه unstable، هيحصل له عملية ionization يعني تأين، يتفكك في المحلول لوحده، لأن H3 موجب وكلور ثاني. هتبص تلاقي بقى شكله كده، RCOOH ماسك في NH3 اتفصلت لوحدها والكلور اتفصل لوحده. الكلور طبعا شايل شحنه ساب لانه عاوز يرتبط، اما ال NH2 هي كانت NH2 والنيتروجين بيتشبع بكام رابطه؟ 3، ادي رابطه مع الR ورابطتين مع ال H، فالنيتروجين مستقر. طب لما خد هيدروجينه زياده اصبح شايل مجموعه زياده، فقول عليه ان اتش 3 موجب لانه شايل مجموعه زياده عليه. يبقى دلوقتي الامينو اسيد لما اتحط في وسط حمضي يعني البي اتش قليله، شال شحنه موجب ولا شحنه سالب؟ موجب. طب ده لما اجي احطه في الالكتريك فيلد في المجال الكهربي، رجعكم شويه الكيمياء العضويه، كنت بتقول ان المجال الكهربي اي دايره كهربيه يبقى فيها قطبين، قطب موجب وقطب سالب صح؟ القطب الموجب كنتوا بتسموه انود ولا كاثود؟ كاثود انود. والقطب السالب كنتوا بتسموه كاثود. خلاص انا عارف القطب الموجب اسمه انود والقطب السالب اسمه كاثود. فانا بقى لو حطيت وسط حمضي وحطيت فيه امينو اسيد، فالامينو اسيد في الوسط الحمضي بتشيل شحنه ايه؟ موجب، تقوم تهاجر يحصل لها مايجريشن ناحيه الكاثود وناحيه الانود؟ الكاثود.
لان الموجب هيروح ناحيه الثاني. كويس عرفتوا حاجه؟ ماشي. يبقى الامينو اسيد لما يتحط في وسط قلبي هيشيل شحن موجب وهيحصل له مايجريشن ناحيه الكاثود في الالكتريك فيلد في المجال الكهربي. طيب ده لو احنا حطيناه في وسط قلبي. طيب لو حطيناه في وسط قلوي هيفعل ازاي او هيشيل شحن ايه؟ نفس الكلام ار COOH NH2 احط في وسط قلوي NaOH. دلوقتي ال NaOH يتفاعل مع الحمض ويعزله ولا يتفاعل مع القلوية اللي زيه؟ مع الحمض. يتفاعل مع الحمض ازاي؟ ركزوا معايا كده. شايفين ال OH دي؟ هتاخد ال H بتاعت ال COOH بتاع الكربوكسيليك جروب والاثنين يطلعوا مع بعض في صورة مية HOH. يبقى ال OH هتاخد ال H ويطلع في صورة مية. فضل عندي مين هنا؟ الصوديوم عاوز ربطه. وفضل عندي مين؟ COO عايزة ربطه. مسك الاثنين في بعض فيبقى R COO NA. بقيت المركب زي ما هو. نفس الفكر المركب ده على ستيبل غير مستقر. بمجرد ما يتكون يحصل له عملية ايونيزيشن يعني تأيون ويتفصل الصوديوم لوحده والسي او او لوحده فيبقى ار سي او او. بس المرة دي سالب ولا موجب؟ سالب. هنا كان ال ان اتش 2 شايل هيدروجين عاوز يفقده شايل سخنة زيادة عشان كده قلنا عليه ان اتش 3 موجب. لكن هنا مفروض سي او او اتش ده انا واخد منه حاجة يبقى موجب ولا سالب؟ سالب. زائد الصوديوم هيتفصل لوحده ان ايه مغطى. يبقى دلوقتي الامينو اسيد في الوسط القلوي وسط قلوي يعني البي اتش عاليه ولا البي اتش قليله؟ عاليه. بيشيل شحنه موجب ولا سالب؟ سالب. طب لما يتحط في الالكتريك فيلد في المجال الكهربي هيروح ناحيه الانود الموجب ولا ناحيه الكاثود السالب؟ هيروح ناحيه الانود سالب. لما تحط في وسط في HCl HCl اللي مسك مع NH2 بقى NH3Cl حصل له ionization بقى NH3 موجب وكلور سالب. كده شال شحنة موجبة لما كانت ال pH قليلة يعني في وسط حمض. شيل شحنة موجب يبقى يهاجر ناحية القطب السالب اللي هو الكاثود. لما حطيناه في وسط قلوي ال H مسكت مع ال OH وطلعت في صورة مية. فضل عند الصوديوم يمسك مكانه يبقى COONA نفس الفكر يحصل له ايونيزيشن او تأيون يتفصل السي او سالب والصوديوم الموجب. يعني الامينو اسيد شايل شحنه سالبه لما تحط في وسط قلوي وهاجر ناحيه الانود. طيب الحاجه الثالثه اللي هشرحها لكم وانا شرحتها لكم قبل كده ونعيدها تاني وبعد كده عايزكم تضيفوها لي في الورق او في الكتاب او في المذكره. لو الامينو اسيد اتحط في وسط متعادل والوسط المتعادل اللي هو الميه. الميه هتعمل ايه بقى؟ ال H هتروح على ال NH2 فتبقى NH3. طب NH3 موجب ولا سالب؟ موجب. فضل مين من الميه؟ او اتش. هتروح الاو اتش واخده الاتش دي وترجع تاني تكون ميه. يبقى الميه في البدايه الاتش هتروح على ال ان اتش 2 تخليها ان اتش 3. فضل مين من الميه؟ تروح الاو اتش دي واخده الاتش بتاع السي او اتش عشان تكون ميه تاني اصبحت سي او او تاني. يبقى الامينو اسيد لما بيتحط في الوسط المتعادل بيشيل شحنه موجب ولا سالب ولا الاثنين؟ الاثنين. اهو ده بيسموه باي بولر ايون. باي يعني ثنائي وبولر يعني قطب. الثنائي قطبين في قطب موجب وفي قطب سالب. او بيسموه هايبريد ايون
يعني هجيز، يعني برضو في قطبين. أو العالم اللي اكتشفه واكتشف القصة دي كان عالم ألماني اسمه زيبيدر، فسماها باسمه زيبيدر أيضا، الدبليو دي تتنطق فيه مش زيبيدر، ماشي؟ هو الاثنين زيبيدر أو زيبيدر، بس يعني صح زيبيدر، ماشي؟ فاسمه زيبيدر سماها باسمه، يبقى زيبيدر أيضا. زيبيدر أيضا ده احنا بنقول الامينو اسيد لما بيتحط في ميه، قلنا ان ميه يعني اتش وهو اتش، ال H بتاعت المية هتروح لل NH2 فتبقى NH3 موجب. في حاجة في مشكلة في الكلام ده؟ طب أنا شلت ال H بتاعت المية، فضل عندي إيه؟ OH. فال OH هتروح واخدة ال H بتاعت ال COH عشان ترجع تكون مية تاني. طب أنا شلت ال H دي أصبح CO ثاني، يبقى دلوقتي الأمينو أسيد الوسط المتعادل يعني ال pH الراوند بسبعة هيطلع كام؟ هيبقى الموجب والسالب. بيسموه دايبولر ايون او زيبيدر ايون او هايبرد ايون. احنا قلنا البي اتش اللي هيتكون عندها الزيبيدر ايون اسيدك ولا بيزك ولا متعادلة؟ يعني الراوند كام؟ سبعة، تزيد واحد من عشرة، تزيد واحد، تقل واحد، الكلام ده كله. الراوند دي سبعة. تقالي بقى قيمة البي اتش اللي هي المتعادلة احنا بنتكلم عليها دي اللي عندها هو ده المصطلح اللي بنسميه الكترون بوينت. عايز الكترون بوينت في صفحه كم المذكره؟ 18. تبلع عليها هام جدا، كتبته هام جدا 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 ايزوليكتريك بوينت هي قيمة البي اتش اللي عندها بيتكون الدايبولر ايون او الزيبيدر ايون، هو ده الايزوليكتريك بوينت. طب دلوقتي لما تكون المركب ده اللي هو الدايبولر ايون او الزيبيدر ايون، شايل شحنه موجب ولا سالب ولا الاثنين؟ الاثنين. يعني لو حبينا نشوف النيت تشارج بتاعته الشحنه النهائيه موجب ولا سالب ولا زيرو؟ زيرو متعادل، صح؟ طب ده لو حطيته في الالكتريك فيلد في المجال الكهربي هيحصل له مايجريشن ناحيه الانود ولا الكاثود ولا مش هيحصل له مايجريشن؟ هيحصل له مايجريشن. يعني ده عايز هو ستيشنري، يعني ساكن ستيشنري يعني ساكن او ثابت في المجال الكهربي، لا هيروح يمين ولا هيروح شمال. طيب حاجه اخيره، طب بصوا لي كده، لو انا جبت امين وعزل بس امينو اسيد بيزك، هو الامينو اسيد البيزك بيبقى فيه كام اتش 2 وكم واحده في او اتش؟ واحد. طب ده لما احطه في وسط متعادل يعني في ميه، ال ان اتش 2 هتبقى ان اتش 3 والسي او اتش هتبقى سي او سالب، اهو دي هتبقى سالب والاثنين دول هيبقوا موجب. ده بيزك امينو اسيد لما اتحط عند الايزو الكتريك بوينت بتاعه يعني عند البي اتش المتعادل اصبحت المحصله النهائيه موجب ولا سالب ولا متعادل؟ موجب، صح؟ ينفع اسمي ده دايبولر ايون او هايبرد ايون او زيبيدر ايون؟ لا. طب ده هيهاجر ناحيه الكاثود ولا الانود ولا الستيشنري؟ الكاثود، لانه شايل شحنه موجب فيروح ناحيه الكاثود. يبقى شرط ان انت تقول ان زيبيدر ايون
مش ان هو يشيل موجب وثاني الاثنين فالبيزك بيشيل اهو، لا لازم يكون واحده قصاد واحده ويبقى في الالكتريك فيلد ستيشن اللي ما بيتحركش ولا يمين ولا بيتحرك شمال. نفس الكلام على البيئه الاسيتك، الاسيتك فيه 2 سي او اتش وفي كام واحده ان اتش 2 واحده، دي هتبقى ان اتش 3 موجب ودول هيبقوا سي او ثالث. يبقى دلوقتي الاسيتك امينو اسيد لما يتحط في الايزو الكتريك بوينت هيشيل شحنه ايه؟ ثالث، يروح ناحيه الكاثود للانود. الانود هيبقى ستيشنري في المجال الكهربي؟ لا، ينفع اقول عليه ديمتر ايون؟ ما ينفعش، يبقى شرط انك تقول على اي امينو اسيد هو ديمتر ايون اللي يشيل شحنتين قصاد بعض، واحده موجب قصادها واحده ثالث، عشان اقول ان الشارج بتاعته المحصله النهائيه بتاعته زيرو، واقول ان هو في الالكتريك فيلد او في المجال الكهربي ستيشنري ولا بيتحرك يمين ولا بيتحرك شمال. استفادوا من الايزو الكتريك بوينت في كلمه اخيره عندهم اللي هي الالكتروفوريز. الالكتروفوريز اللي هو الفصل الكهربي، طبعا الفصل الوحيد لو انا عندي بروتين وعايز افصله، لو انا عندي بروتين وعايز افصله يا افصله على حسب كثافته بالسنتريفيوجيشن اللي هو بالجهاز اللي عندكم في الفسيولوجي ده اللي بتفصلوا بيه الار بي سي، تقعدوا تعدوها مع بعض كلكم كل واحد يعد خمسه، تجيب الانبوبه تحط فيها البروتين اللي عايز تفصله وتحطه في الجهاز والجهاز يلف بسرعه، بعد شويه افصل الجهاز وشيل الانبوبه بص فيها، هبص ازاي تفصل على حسب الكثافه، الجليل ينزل تحت والخفيف هيطلع فوق. احنا ممكن نفصل البروتين بطريقه ثانيه اللي هي على حسب الكهربائي على حسب الشحن. بمعنى ما انا لسه قايل ان البروتين او الامينو اسيد لما يتحط في ميه بيشيل شحنه موجب ولا سالب ولا الاثنين؟ الاثنين اهو صح؟ يقول لك طب بص كده احنا هنجيب ورقه من السيلولوز هنحط عليها البروتين او الامينو اسيد اللي انا عايز افصله. ادي الورقه اهي وهات هنا امينو اسيد، احط عليها امينو اسيد في ميه محلول امينو اسيد، واوصل الورقه دي بمصدر تيار كهربي واقفل الدايره الكهربائيه. معنى ان الكهرباء هتمشي وفي عندك قطبين موجب وسالب. احنا قلنا الامينو اسيد لما تتحط في ميه هتشيل الشحنتين الموجب والسالب صح؟ طب لما يبقى انت عندك قطبين واحد موجب وواحد سالب، مين اللي هيروح القطب الموجب؟ السالب. واكيد الامينو اسيد الموجب هتروح ناحيه المهم لما نحط الامينو اسيد في الميه هنلاقي ان النيوترال امينو اسيد هيشيل الشحنتين موجب وسالب صح؟ طب والاسيتك امينو اسيد هيشيل المحصله النهائيه شحنه ايه؟ طب والبيزك هيشيل شحنه؟ تبص تلاقي الاسيتك امينو اسيد طلع فوق هنا كده، وتبص تلاقي البيزك امينو اسيد نزل تحت هنا كده، وتبص تلاقي النيوترال امينو اسيد بقت فين؟ بقت في النص. يبقى انا كده قدرت الى حد ما ان انا افصل الامينو اسيد وانا ما قدرتش، فصلتهم على حسب مين؟ شحناتهم، مين اللي شال شحنه موجبه ومين اللي شال شحنه سالبه. كلكم قاعدين في مكانكم واللي عنده سؤال يتصل على الفرصه. في امتحان صغير كده